مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية في كل مكان، رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين، تصوموا وتفطروا على خير مع كل الود والتقدير. حلقة جديدة وقصة جديدة وحكاية جديدة من حكاياتنا الإنسانية الخيرة. قصة اليوم قصة ملهمة وفيها كثير من الأمل برغم ما فيها من ألم، فابتعثنا من الألم الأمل، استقينا الأمل لنبعث لكل الناس من هذه القصة. قصة فيها تحدي، فيها طموح، فيها مثابرة، فيها اجتهاد. وهذه القصة بطلتها شابة صغيرة في العمر، اليوم من مبدل عاشرة، بطلتنا بدرية اللي بتبلغ من العمر 19 عام، جات مهاجرة مع والدتها من كردفان إلى الخرطوم. والدتها مريضة بسرطان الرئة، نزل الله سبحانه وتعالى ربنا يشفيها بفضل هذه الأيام المباركات في شهر رمضان. وجات رقدت معاها في مستشفى الذرة، مستشفى الشعب، ورحلة طويلة من كردفان للخرطوم فيها كثير من الحكاوي والقصص، أنه الزول عشان يخلي بيته، يخلي أهله وعزوته ومنطقته وناسه عشان يجي لحتة تانية متأمل في أنه يلقى فيها العلاج، دي في حد ذاته كفاح كبير جدا، وفيه توكل على الله سبحانه وتعالى. بدرية الصغيرة في السن جات مع والدتها المريضة، وما بين مستشفى الذرة ومستشفى الشعب كانت حكاية طويلة. بعد شوية عندها اثنين من اخوانها، بنتين وولد، كانوا ولدين وبنت. عندها اخوانها ثلاثة، ولدين وبنت، ببيته معاها في المستشفى، وقعدوا معها لحد ما خرجوها على سنه تكمل علاجها في البيت. فقامت أجرت غرفة مفروشة ب70,000، منزله محرك. الغرفة المفروشة اللي ب70,000 دي هي تقريبا ما فيها غير سريرين وكرسي، ولعلكم شاهدتوا الملامح وظاهرة عندكم الآن. ده كل الحيز غرفة واحدة ساكنين فيها هم الثلاثة. مع بعض نتعرف على قصتنا اليوم الليلة وحكاياتنا وبطلتها الشابة بدرية. أحبيك يا بدرية حبابي. السلام عليكم. فأنا جيت بالحجة من 28 رمضان، فكان قبل 8 سنة عندها ألم في الرئة في المبيض، كان عندها سرطان في المبيض. تابعت هنا في مستشفى الزرة لحد أخذت علاج الكيماوي، ولمدة 4 شهور عملت عملية في السلاح الطبي، والحمد لله بقت كويسة. المهم بعد الزمن ده كله الحمد لله كويسة، وفي البلد بنزرع، والمهم كده عايشين على الدنيا، ومعانا أبوي وكله. بعد 8 سنة قامت في السنين الأخيرة يتفاجأ، كان النار أول بالتوادي، كان عندنا بطارية فترت والنار أكلت البيت في كردفان هناك. فقام أبوي سافر ليبيا، له سنتين ما لاقيين خبره، بس بنلقوا خبره من أصحابه، هو عايش وكويس والحمد لله، بس ما ضرب لينا. سنتين منقطع منه. سنتين. فقامت أمي اتفاجأت بالعيادة، يعني بتتحسس بسيط منه، ديها مستشفيات قريب ومندي وكده. في النهاية حولونا مستشفى هنا الزرة. لما جينا ظهرت ليها كان سرطان في المبيض وفي الرئة. سرطان المبيض جاب موية في البطن، فالبطن كانت متملية موية، والحمد لله سحب ليها. فخرج حولونا، جاء ضيق في النفس، حولوها مستشفى الشعب. بعد حولوها قال لها عندك موية في الرئة. نامت معاهم 8 شهور مركبين لها جهاز بسحب في الموية لمدة 5 سنة، خمسة شهور أقصد. في الكلام ده في الشعب موية الصدر. بنمشي من ناس الشعب، بنمشي بناخد الكيماوي من مستشفى الزرة. المهم بعد 8 شهور قال لنا انتوا قعدتوا عندنا كتير والقانون لا يسمح، لازم تمرق ونخرجكم. بس كانت المويه ما وقفت، بس التوكيل على الله، حقنوها بماده كده جايبوني لها من صيدليه الزره. والمهم الحمد لله المويه وقفت، لكن بتجي بسيط هسه بنرجع بنسحب. كله كم؟ كله 7 يوم، كله اسبوعين، كان كله 7 يوم هسه كله اسبوعين. وبنمشي برج الامل
بناخد الكيماوي. هسه الاثنين الجاية دي عندها مقابلة دار تاخد الجرعة، والاثنين اللي بعديها برضو عندها مقابلة، بس ما حددوا لنا انه توقف الجرعة بتين. ايوه ده الحاصل كله، وما عندنا زول هنا قريبنا عشان نقعد معاه ولا كده، ولا بنعرف اي زول هنا. ايوه فخلنا الاخضر الهسه اللي جيتوه برا ده، هو المسؤول مننا، مرات عنده اولاده في البلد كان بيلقى شغل زمن المنسم البلقاه بيرسلوا لنا، واولاده هناك في يده وكل حاجه. المهم ما قصر معانا في النهايه، والله الفي بصراحه الفي يده مرقت. بس من جانا له اسبوع، جانا اخته طلبت انها تشوفه فجانا له اسبوع. المهم ده الحاصل كله، الوضع صعب والله والله جدا. ان شاء الله يعني ودورت والله لشغل انا واخواني بحلال وعرق جبين عشان نشتغل شنو، والله ما داير امد ورقتي لزول اقول له ساعدني ولا كده، بس داير اشتغل لكن ما لقيت الشغل. ايوه اخواني بمرقوا كده هسي يعني بيجاسوها، بيجوا بألفين مرة، ثلاثة مرة، ألف ونص مرة، ألف جنيه مرة، ما في. بس الحمد لله على كل حال ده الحاصل الحمد لله. طيب اللي بدفع لكم الايجار من وانت يا بدرية؟ اللي بدفع لنا الايجار والله انا كنت شغالة في مصنع كوبر في سفاري، هناك المصنع حق سوري. المهم كنت أنا شغالة الأسبوع بخمستاشر ونص، بركة ما الطرحان ما عند طرحالاتهم ما بيجون هنا من المستشفى، أنا بمشي من عندي يعني بمشي بستمية وبجي بستمية. قمت اتكلمت مع المدير قلت له ممكن تزيد لي الراتب، أنا والدتي عيانة. فقام قعد معي بعد يومين، قام قعد معي في الموضوع قال لي انت لو والدتك عيانه انا حنمشي نشوفه ونشوف الحاصل شنو، لكن الا انا نمشي نشوفه في المستشفى. قلت له تمام. جاء معي المستشفى وشاف امي وقعد معاها. المهم خلاص من اليوم ده قال لي ما، المهم ما زاد لي الراتب، بس ادانا اللي ادانا له ومشى. يلا بعد فتره كانت امي تعبت شديد، انا خليت الشغل يعني ما قدرت اخليها، انا اكبر زول ليها وما دول ما بيعرفوا ليها يعني. خلاص قعدت، ضرب لي تلفون اسمه حاج احمد. المهم وين يا بدرية؟ قلت له والله كان امي تعبت شديد وانا ما قدرت اجي وخليت الشغل، وسي خرجوها لي والله والاجر غالي وما خرجونا مره واحده عشان نرجع البلد. قال لي خلاص انا حاجريك. الكلام ده في شقه، حاجريك الاسبوع ده، وقتها ما عرفنا الحته دي هنا. المهم أجر لينا هناك الأسبوع ب45، جي دفع لي بيع عربيته ومشى. فخلاص قضينا الأسبوع، الأسبوع الثاني بقينا ندور، نحن في خلال الأسبوع اللي قاعدين بقينا ندور في واحدة بنعرفها معانا في المستشفى، قالت لنا بنلقى لكم بيت من بدأ العاشرة بيكون الأجر هناك رخيص. المهم خلاص لقت لنا البيت ده ستو، قالت بشهر ب80، احنا قلنا لها ما عندنا، قالت انا خليت لكم العشرة. المهم الناس اللي قاعدة معاهم في المستشفى واللي بيعرفوني كده، وحتى في بعض من المدير الطبي اسمه دكتور محمد ساهم معي، والناس اللي بيعرفوني ساهموا معانا، وحاج احمد ساهم معي ب20 الاول اديناها هسي، والباقي لها 20 لازم اديناها لها. تطلبها هسي بكرة الصباح، قالت ال20. انتوا هنا لكم كم جيتوا البيت ده؟ من جينا البيت لنا اسبوعين. يا داب 3 اسبوعات، اسبوع ما قضيناها كويس، الحجة تعبت، رجعنا نمنا اسبوع في المستشفى وتاني جينا. ايوه يعني لنا 3 اسبوعات هنا، اسبوع رجعنا نمنا في المستشفى. طيب انتوا من ما خرجوها من المستشفى يعني يا داب لها شهر؟ ايوه لها شهر. اي عندها علاجات بتجيبوها لها بصورة مستمرة؟ ايوه. والفحوصات؟ الفحوصات هاي والله كل من جايين ناخد الجرعة، نعمل فحص الدم، وظائف الكلى، وظائف الكبد، كل كم الفحص يعني ناخدها اسبوعين، نفس ال 15 يوم تام بنواصل من جديد. اها تاخدوها ثاني 15 يوم تاخدوها؟ اي بعد ناخد بدون لحد ده واللحد الثاني، نفس ال 15 يوم نرجع للدكتور، بقوم بعمل تغييم للحالة، نعمل صورة مقطعية، شو الصورة المقطعية اللي عندنا، بنمشوا مركز النيل انا واي مركز، بنعمل الصوره من جبلي بشوف الحاصل شنو. طيب طول الفتره دي يا بدريه منو اللي بدكم قروش مواصلات وقروش فحص وعلاج وكذا؟ على بركات الله والله كان خالي اول مره في الشهرين 3 بيدعمنا، لكن بعد كده كان وقف.
يعني على بركات الله. انا بنشتغل، كنت بجاسف كده، كنت قلت لك شغالة في مصنع كوبر، وكان اشتغلت مرة شغلوني في مستشفى الشعب، مرة كنت بنظف برضه في المستشفى. في العنابر هاي، وفي كنت سادة محل زول، بعد جه زول انا مسك محله. اي مسك محله، ولكن اخواني الاصغر مني بيمرقوا كده، كان بيمشوا سوق جاكسون بيسوقوا درداقة، في زول انا جيت شرحت لهم الموضوع، بدينا درداقة بملا لهم، بقول لهم امشوا سلكوا وتعالوا، يوم بيجيبوا يوم ما بيجيبوا، يوم برجعوا للزول حياته وكده. وبنلقوا الناس أعمارهم كم هم؟ 17، واحد عمره 15 والبنت عمرها 13 سنة، 13 سنة. انا عمري 19. المقابلة الجاية متين؟ بس المقابلة الجاية يوم الأحد، عندي أوراق عندي مقابلة يوم حقة الأحد. الجرعة. أيوة أها جميل. دي قصة أختنا بدرية الشابة البطلة اللي مجتهدة مع أمها، ربنا يديها الصحة والعافية، رفقة أخوان الاثنين الصغار، وعايشين في غرفة واحدة إيجارة 70,000، ولحد يوم الليلة ما كملوا 70,000، دفعوا منها 50، ولسه 20 ما زالت في الغيب. كان بيدعمهم خاله، لكن خاله ذاته ظروفه ما مساعده، وهسي جاء زورهم في الخرطوم قبل شوية، استقبلنا في الباب. أبوهم غايب له 2 سنين في ليبيا، ما معروف عنه أي أخبار، ما في بينهم أي تواصل، وهي المجتهدة في إنه توفر لأمه وأخوانه الرزق الحلال. كانت شغالة في مصنع، لكن الظروف الصحية لأمه ما سمحت لنا تواصل في عملها، وما زالت الآن بتجتهد. هي قالت الآن بتفتش لأي شغل بالحلال عشان تقدر توفر قروش تعينها في حياتها هي وأمها وأخوانها. لكل الناس رجال الخير اللي بيشوفونا، ولكل الخيرين اللي حابين يساعدوا بدرية بعلاج، بمشروع، بأي حاجة بيقدروا يساعدوها بها، يصلوها هي في مبدأ العاشرة، أو يصلوا تيم إنتاج البرنامج ويصلوهم عندها لحد البيت. وإن شاء الله المرة الجاية ونحن بنجي لبدرية بنلقاها في وضع أفضل وفي حال أفضل. بدرية، أنت بتعرفي تشتغلي شنو؟ بنشتغل أي حاجة، بس ما بنكتب، ما عندي رياضيات مثلا في ما كمبيوتر، دخلت مدرسة؟ دخلت لحد ثالثة ابتدائي. لحد ثالثة ابتدائي يعني بنكتب اسمي واسمه وجهي. يعني مثلا هسي بتفكري في هذا مشروع، إذا زول جاي يدعمك ممكن تعملي شنو تشتغلي بيه؟ يعملوا ليك شنو عشان تشتغلي فيه؟ ممكن أفتح طبلية. أخوي بيعرف يعني، عنده رياضيات أكتر مني، قرا لحد 5، ممكن يشتغل فيها. بدرية، ده مبلغ مالي بسيط مقدم من أسرة قناة الشروق، عسى ولعل تقدر تفتحي بيه مشروع معاك أخوانك الصغار. تفضل شيلي. جزاكم الله خير وإحسان، وشكرا لكم وما قصرتوا معانا، الله يعطيكم العافية والصحة. الله يعافيك بدرية. المرة الجاية إن شاء الله بدرية لما نجي نلقاك بمشروعك الخاص مع أخوانك في طبليتكم أو في أي تجارة أنتم حابين تعملوها إن شاء الله. والوالدة تكون بألف صحة وعافية إن شاء الله، في بيت أنتم حابين تسكنوا فيه وأكبر من ده، وتكونوا استقريتوا إن شاء الله. ونحن شاكرين لك وبنشكرك باسم كل الشعب السوداني وباسم كل الشباب، لانك زولا يعني برغم عمرك الصغير الا انه يعني تربيه اصيله وتربيه بتاعت سودانيين اصليين اللي بيربوهم على القيم وعلى الاخلاق. يعني شكرا. دي حاجه ما سهله كونه انت بنت وقادره تقيفي على تربيه اخوانك الصغار وتساعدي امك في علاجها، وده نوع من البر. نحن بنهنيك عليه وبنقول لك خليك صابرة أكتر، وكل الشعب السوداني ده أخوانك وكلهم الأكبر منك أخوالك وأعمامك، وإن شاء الله طول ما أنت صابرة ربنا حيكون معاك وحيعينك كتر خيرك. نحن بنشكرك تاني وتالت للمجهود الكبير اللي قمت بيه في حق أخوانك وفي حق أمك، وده بر وأبقي عليه 10، وده أجر كبير جدا، إن شاء الله ربنا يكتب لك في ميزان حسناتك. شكرا، الله يديك الصحة والعافية. شكرا، شكرا يا بدرية. دي كانت بطلتنا اليوم الليلة، ما حكايات، نحن كالعادة بنحكي حكايات وقصص إنسانية، لكن عن بطلات العالم الحقيقيات اللي بيشقوا كل يوم درب الحياة القاسية وواجهوا الظروف المعيشية الصعبة، حكاية بر وإحسان وتربية أصيلة. ده بيوريك لياتو درجة الزول لما يتعب في تربية أولاده
بيلقاهم وقت الحار بدرية، شابة عمرها 19 سنة بتقيف على علاج أمها وتربية أخوانها الثلاثة. ربنا إن شاء الله يرزقها بر والدتها أكثر أكثر، والمرة الجاية نلقاها في حال أفضل، والدتها بالصحة وعافية. دي حكاياتنا وقصتنا ليوم الليلة، مع كل الود والتقدير لبدرية ووالدتها، وليكم كمان تحياتي في أمان الله.